ان شاء الله نحضر معكم طاجين ديال الكفتة السردين. بالنسبة للمقادير، انا عندي هنايا مطيشة محكوكة، عندي هنا السردين نقيتو حيت له الجلدة، كزبر معدنوس وتومة، فلفلة حمراء وخضراء مشويين، انا شويتهم في الفران، نتوما الا بغيتو تشويهم فوق البوطة. بالنسبة للعطرية، عندي شوية الزعتر، سكينجبير، ملح، إبزار، الخرقوم، فلفلة حمراء، شوية الكمون، والزيت الرومية، والزيت البلدية. نبداو على بركة الله. بسم الله. ناخذ طاجين، اللي ما عندوش طاجين هكا يدير في الطنجرة ولا اللي بغى. بسم الله. نضيفو لها العطرية كاملة، كزبر معدنوس و التومة، نديرو شوية الزيت الرومية و نديروها طيب و نرجع معاكم نطيبو لاصوص و نرجع معاكم نتحلل الكفتة معاكم. من بعد ما درنا لاصوص طيب، نديرو دابا السردين نطحنوه. بسم الله. طحنوه في ان دو تخوا مولينيكس، لي عندو شي حاجة يطحن فيها الشتا، طاحونة د مطيشة العادية راه كطحنها تا هي. نتبع هذا الشيء، نتوما هكا كتطحن، من بعد ما طحنت الكفتة، أنا ضفت ليها قزبر معدنوس مقطع، وشوية تومة محكوكة، نديرو لها غير شوية ديال البزار. شوية ديال الخرقوم البلدي، شوية فلفلة حمراء، شوية سكينجبير، هي الراس ديال المعلقة القرفة راه كتجي فيها زوينة، شوية ديال الملح، شوية ديال الكمون، ونخلطوها كاملة بالقمة ونكوروها على القياس اللي بغيتو. بسم الله. باش ما تجيكمش ناشفة، الا بغيتو ديرو فيها شوية زيت البلدي راه كتجي فيها زوينة. من الأحسن تخلطوها بيديكم لأن ما تبغيش تخلط لكم بالمعلقة. من بعد ما خلطها نتوما نديرو هكا وكورو القياس اللي بغيتو، بغيتو تكبرو ولا تصغرو. بسم الله. سمرو حتى تكملوهم كاملين. البنات بعد ما طابت لاصوص دابا نديرو ان شاء الله الكفته. بسم الله.
ما درت الكفته ندير دابا الفلفل نزوق الفلفل شويه. بسم الله. ما درت الفلفله، درت شويه الخزبر من الوسط من الفوق. بسم الله. ندير فلفله حاره، نديرو شويه ديال الحامض مرقد. انا عندي مرقد على اليد، ها هو اللي ما عندوش يدير غير العادي. بسم الله. بعد نديرو زيت البلدية. بسم الله. طيب الكفته ورجع معكم ان شاء الله. هو البنات الطاجين ديال الكفته سردين من بعد ما طاب. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا بالقناه اللي باقي ما اشتركش، وتفعلوا الجرس وديروا شي كومونتير زوين باش تزيدوا تشجعوني.